مقترح بيقولوا ان هم عايزين يلغوا خانة دي من البطاقة. والله بصراحة المقترح ده أنا معاه، يعني أنا مبدئيا معاه. أنا شايف إن خانة الدين يعني خانة دي مش يعني مش شيء مهم. يعني أنا دلوقتي مصري، يعني في جميع دول العالم خانة الدين ما فيش حاجة اسمها مسلم أو مسيحي أو كده، أنا مصري فليه؟ هو مهم بس علشان الدستور قايم على عدم التمييز. ما هو بالظبط، ما انا ما هو كده انت بتعمل تفرقه. يعني ايه الفكره؟ يعني ليه الحكمه يعني انك تحط مسلم او مسيحي في البطاقه؟ هو ده بقى، هو بالنسبه للبرنامج دوت برنامج كويس ان هو بيوحد المسيحيين مع المسلمين، واحنا كلنا اخوه وكلنا شعب مصري وكل واحد ليه دينه وكلنا عايشين مع بعض طول عمرنا مسيحيين ومسلمين هنا. والله يعني حاجة مش هتفرق تتشال أو تتحط، مصر بلد المواطنة. يعني احنا طول عمرنا مسلم والمسيحي مسيحي، بس ما حدش يعرف. يعني مش همسك بطاقة كل واحد أقول له أنت ورينا عشان أعرف أنت مسيحي ولا مسلم. وبعدين المسلم معتز بدينه والمسيحي معتز بدينه، مش حاجة مش هيتحرك منها أنه مكتوب مسيحي أو مكتوب مسلم. يعني والله اقتراح وجيه، مفروض عشان ما بقاش فيه تفرقة بين مسلم أو مسيحي. ده المفروض، يعني أنا موافق على الاقتراح ده، المفروض يتطبق من زمان. والمفروض الاقتراح اللي هم شالوه ده بتاع النقاب في الأماء في الحكومة ده المفروض برضو يتطبق. لا طبعا ما ينفعش، مش حتة تفريق بس، هي عادي مش موضوع مسلم أو مسيحي، دي ما فيهاش مشكلة خالص. يعني سواء موجودة في البطاقة أو مش موجودة في البطاقة دي ما فيهاش مشكلة خالص. يعني أصل إحنا طلعنا لقيناها يعني موجودة كده، مش يعني إيه اللي هيخليها تتغير؟ إيه اللي تغير عشان نغيرها؟ هو ده أعتقد إن هو ده في صحيح القانون وصحيح أحكام الدستور، لأن ده مرتبط بالحريات والحقوق، الحقوق والحريات العامة، ودي طبقا لنص الدستور مادة صريحة يعني، فدي ما تتعارضش مع الدستور بل بالعكس دي تبقى مؤيدة للدستور.